السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. نتكلم اليوم عن السريس، والسريس هذه العشبة الخضراء لها مسميات عديدة، فهي في لغة المصريين تسمى السريس، ويطلق عليها بعض البلاد بعشبة الهندباء البرية، الهندباء البرية، ويطلق عليها أيضا بعض الناس يطلقون عليها عشبة الأسد أو أسنان الأسد، عشبة أسنان الأسد، وبعض البلدان يطلقون عليها عشبة زهرة الربيع، وهي عشبة تخرج هكذا بدون تدخل من الإنسان، تخرج هذه النبتة مع زرعة البرسيم، يعني تخرج تلقائية بدون تدخل. وهذه العشبة عشبة تحبها الطيور حبا شديدا، يعني كما نلاحظ، هل تلاحظون معي في هذا الفيديو؟ إن الطيور تحب السريسة حبا شديدا، تحب هذه العشبة وتقبل على تناولها، حتى يعني لو أنها لم تتعود، يعني لو أنك في أول مرة تضع هذه العشبة الخضراء، فالطيور تحب هذه العشبة. يعني نحن نلاحظ إن إحنا لو قدمنا مثلا للطيور الجرجير أو الفجل، بنلاحظ إن الطيور يعني لا تقبل على أكل الجرجير أو الفجل بشكل يعني بشكل قوي، لكن هذه العشبة عشبة الطيور تحبها، يعني العصافير بكل أنواعها تحب هذه العشبة جدا، يعني ما تتخيلوش قد ايه الطيور بتحب هذه العشبة. العشبة دي فاتحة للشهية، العشبة دي بتحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وبتحتوي على الكثير من الفيتامينات. العشبة دي يعني كويسة جدا لعملية الهضم، طبعا مفيدة جدا للقلب، مفيدة جدا للكبد، مفيدة جدا للكلى. العشبة دي محفزة للتزاوج، لكن طبعا يا جماعة ما ينفعش ان احنا نحط العشبة دي في اثناء اصابة الطائر بالبرد او الاسهال، يعني في حالة الاسهال ممنوع وضع هذه العشبة، لأن طبعا العشبة دي عشبة ملينة، يعني في حالة مثلا إصابة الطائر بالإمساك بنقدم له العشبة دي لأنها من الملينات، فما ينفعش والطائر مصاب بالإسهال إن إحنا نحطها للطائر، وما ينفعش وهو أيضا مصاب بالبرد. طبعا العشبة دي بتقوي مناعة الطائر ومفيدة جدا، يعني أنت على طول قدمها للطائر أو قدمها للعصافير مرة أو مرتين في الأسبوع، مرة أو مرتين، وما نكترش في وضع العشبة دي. كمان يا جماعة نحاول إن إحنا نعلق العشبة دي في القفص. الطيور دائما بتحب الحاجة المتعلقة، يعني أي حاجة متعلقة في القفص الطيور بتقبل عليها، يعني دائما ما ترميش الحاجة في أرضية القفص، إنما علقها في القفص عشان يعني لا يتم تلويث هذه الخضروات. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى لكم التوفيق، وما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.